السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنوريكم الحاجات الجديدة من ايكيا، كمان الحاجات الموجودة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. واللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش ينزل يفرحني يشترك فيها ويفعل زرار الجرس على الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. وهي ما تنسنيش باللايك لو الفيديو عجبكم، ضروري عشان اللايك هو ده اللي بيرفع الفيديو. اول حاجه مصطفى هيوريها لنا اللي هو الشمع الصغير من ايكيا، هيورينا القديم والجديد. يلا بينا نشوف. جميل، والشكل الجديد ده كيوت قوي. ب 12 جنيه بردك نفس السعر. ب 12 جنيه الشمع ده الصغير اللي ده ب 12 جنيه. هات بقى كوبايات. الله، ست كوبايات يا مستر. ايكيا ايكيا، الله على الجمال، الله على الجمال. ست كوبايات يا مستر قهوه ب 60 جنيه يا مستر. الحق عبدك زردة زردة. زردة زردة هي الزردة بتاع اللي هم العرب. ايه تاني ده؟ وردة دي جديدة برضك. الله، عبدك ب 50 جنيه. بكام؟ بردك الفازة دي جديدة من ايكيا ب 120 جنيه. بص يا فازة عاملة ازاي؟ ايوه، بص حاجة كده تحفة بقى. ايه جمالها؟ لا لا لا، جميلة. هي حاجة ايكيا معروف، حاجة ايكيا معروف. البراند راجع كده ب 60 جنيه. الناس اللي سألت عليها ايه؟ ب 60 جنيه. فين بقى ال 13 جنيه يا جماعة؟ مصطفى النهارده ال 13 اللي اتعلقها. فولات ايكيا، ست فولات كده للاطفال ب 6 جنيه، معالق ايكيا، اربع معالق ايكيا ب 13 جنيه. يلا بسعر الدمار يا مستر، 13 جنيه يا مستر. اربع معالق ايكيا ساحل الاطفال 100 100. في حاجه في ايكيا ب 13 جنيه؟ والله جميله. مين يا مستر؟ سويدي. مين السويدي؟ السويدي ده بتاع كابلات. مين هندي؟ يعني ما عندها مشابه شناب. لسه ما برضه رجعت تاني يا مستر. اهي 120 جنيه المفله، اهي الناس كانت بتسال عليها. 120 جنيه. ايه تاني يا جماعه؟ الازاز بردك دي قلناها مرفت ب 50 جنيه، اللي ما شافهاش يشوفها بردك. فين الشير يا مستر؟ برواز ايكيا ب 50 جنيه. جهزة الشير ايه؟ كوشن، الكوشن بتاع ايكيا. لا مش موجود. الشمع ده الجديد بتاع ايكيا ده، حامل الشمع الابيض بتاع ايكيا اهو. بصوا الجمال، حامل الشمع الرفيعه ب 100 جنيه. فرع تالت ان شاء الله في شارع القاهره في سيدي بشر باذن الله. برضك جت ايه يا مستر تاني الناس اللي تسال عليها؟ الله الله 70 جنيه. الله، 70 جنيه. الزرع يا مستر ايكيا، بص التحفه يا مستر. الله على الجمال، الله على الجمال، الله على الجمال. كام ده؟ اكسر 80 جنيه يا مستر. فداك يا مصطفى. بوت زرع اهو جميل جدا ب 80 جنيه. 80 جنيه. الشمعة الجديدة دي. الفرع التالت يا جماعة في شارع القاهرة في سيدي بشر. الشمعة الجديدة دي. الاسباتيولا ما جاتش لسه. الشمعة بقى الشياكة دي. الله، ريحتها طالعة جامدة قوي بجد. ريحتها جميلة جميلة. الستاند الصغير برضك هيعطي تاني اهو. الناس كانت بتسأل عليه صغير بس جنب 115 جنيه. ايه تاني جديدة يا جماعة؟ أسعار البنطلونات يا جماعة 60 جنيه. بنفع ده برضك جبت على ايكيا لسه حاجة جديدة ب 215 جنيه. البنطلونات 60 جنيه. مجات ايكيا، حاضر. مرايات ايكيا بقى الناس اللي كانت عايزه المرايات اللي تتلزق جنب بعض اهي. المرايه ب 35 جنيه بتاعت ايكيا. ايكيا عمل لكم المرايات بدل ما هنخش من حاجه. الكبيره بتاعتها ب 50 جنيه، موجود منها حجمين اهو، تتركب جنب بعض بلاطات كده. مستنيين الفرع. في حد بيسال مجات ايكيا؟ مجات ايكيا اهي ب 60 جنيه. وفي برضه جري وال وده مستر ب 50 جنيه اهو الكوبايه. ايكيا يا جماعه الالوان جميله جدا. مصطفى 50 جنيه. فوانيس ايكيا بردك لسه واصله اهو عشان رمضان اهو. 300 جنيه اهو. فلوس البيت اسود وابيض ب 300 جنيه. يقولوا حلو يا حلو، بس ايكيا يقولوا خلو يا خلو. ايه تاني يا مستر؟ ايه تاني يا جماعه؟ فلوس الفرنجيه بردك الناس كانت بتسال عليها اهو ب 335 جنيه. بكام يا مستر؟ ب 335 جنيه. مانع 13 لا يصدي. مانع التلتاشر ده مستر اهو ب 130 جنيه بتاع ايكيا اهو. الناس كلها كانت بتسال عليه جاي استراد ده. هات السكاكين اللي نزلت. حته واحده على فكره. عملنا عرض على السكاكين دي ب 250 جنيه اهو، بدل 280 جنيه. 250 جنيه استراد. سيراميك سكاكين ايكيا، تلات سكاكين ب 250 بس. فرشة ايكيا بردك ناقصة في الاسطورة اهي، جايبينها من بره. بكام؟ ب 50 جنيه للازاز. سكاكين ايكيا بردك الحال عرض عشان اخر ثلاثة ب 120 جنيه. دي جايه من الخارج. دي جايه من الخارج بردك، مضرب هرسه بطاطس وفول وحاجات من دي ب 120 جنيه. يعني انا ههرس فول بايكيا؟ ههرس فول بايكيا؟ طب شويه ايكيا عرض ب 72 جنيه. ههرس فول بايكيا. 95 شماعات ايكيا بردك للبنطلون ب 35 جنيه. طفايه ايكيا صغيره بردك يا مستر. يلا عشان ما نضربش على الناس يا مستر. 115 جنيه. انت شغال سريع سريع. خد الكبيرة اهي. سمعت الباب بردك عليها عرض مستر كام يا جبروت؟ كام؟ نفسنا نفتحه في مطروح نصيفه هناك، بقول لك عقبال ما مطروح. يا ريت نروح نصيفه هناك، نقعده بقى هناك. شاطئ الغرام بقى.
مصطفى اتصور كده على ايه؟ شارع اسكندريه. ست كوبايات بردك ايكيا مستر ب 100 جنيه يا عرضه. ست كوبايات ايكيا ب 100 جنيه من الحاجات الجديده لسه جايه يا مستر لعيد الام برضك. وريهم مصطفى الكوبايتين مع بعض ب 155 جنيه. برضك في مستر دي بقول لك 155 جنيه مقطع كيت مع بعض. واحده تسجل لك امتى الافتتاح ان شاء الله؟ باذن الله اخر الشهر، اول الشهر باذن الله كده. ادعوا لنا دعوه. الله الله الله. اتنين مقطع كيت يا مستر، حاجه تحفه يا مستر. جميل جميل. بكام ده مصطفى؟ ب 155 الاثنين يا مستر. 155 يعني الواحد ب 5 5 9 10 جنيه. والمصبيه ده مصطفى الكبيره دي. ايه ده؟ المصبيه الكبيره اللي تحت. ده يعني. والمطبعيه دي بقى. المطبعيه دي يا مستر برضك. 295 متر 415 مطبعيه ايكيا عليها عرض. وفرش ايكيا برضك جت اهي. والشماعات يا مستر ناقصه كانت لسه جايه دي لسه وزك مستلمينها اهي ب 15 جنيه فرشه ايكيا. شماعات ايكيا برضك هي لسه جايه للاطفال اهي ب 60 جنيه والصوره بتاعتها اهو ب 60 جنيه. 10 شماعات ودولت 8 شماعات. مفرش الصحون والمواعين بردك بتاع ايكيا هو لسه جاي ب 95 جنيه اهو. 95 وده ودي ب 95 جنيه. حامل درفه للباب اهو، شماعه درفه للباب. خد منها 13 كمان والبصاقه. والبصاقه بتاع ايكيا كام يا مستر؟ جميل قوي. هو ده تحفه على فكره. 360 كام؟ 350 جنيه بس. بس كده ايكيا ب 350 جنيه. اشكال تحفه ومعدن وحاجه شياكه الصراحه. حاجه شياكه. خد مصطفى ده كمان. خد ده كمان بس. ستاره جابت الناس كلها كانت بتسال عليها. ستاره البانيو برضك جت الناس كلها كانت عماله تسال عليها. ستاره البانيو ايكيا ب 60 جنيه. ومعانا برضك الجروب بتاع ايكيا ب 60 جنيه. يلا كل حاجه من ايكيا جت الحمد لله. ومسهلني برضك ده المغناطيس. مغناطيس ايكيا ده برضك جاي استيراد بتعلق فيه السكاكين ب 110. كام؟ 110. في الرف ده مستر بيتعلق كده مستر في المطبخ التوابل ب 180 جنيه مستر. رف التوابل محدش يشتكي منك يا مستر. بيشتكي منك. بقول لك انت عامل دوشه. لا لا ده الصوره معاك يا مستر كلها حبايبك ومتحبك. جبت لك الجبروت اهو عشان. لا مستر برضك حامل بيتعلق على الماسوره بكام يا جبروت قلنا ده؟ 120 جنيه. بيتعلق ازاي على الماسوره؟ هات الماسوره بتاعته. بيتعلق كده على الماسوره اهو. بيتركب كده فيها. بيتركب كده على الماسوره. طب كام ده؟ تحط فيه الصحون والاشجار ب 120 جنيه. اهو. ايكيا يعني عامله لكم عروض اهي والله. حاجات شياكه. هديت الشيرة يا مستر. حاجات شياكه ايه والله. هديت الشيرة قطاعات اهي ايكيا اللي كسب معانا اهو قطاعات ايكيا وطبق ايكيا اهو. مين الناس اللي كسبت يا مستر؟ مين؟ الابجرات. فين الابجرات يا جبروت؟ خش على الابجرات. ايه 195 جنيه يا اباجوراتك يا مصطفى. اباجورات ايكيا 195 جنيه يا مصطفى. بكام يا مستر؟ ب 195 جنيه بس. ايه اباجورات ايكيا ايه ب 195 جنيه. حاجه تحفه. بصوا ايه يا اباجورات مكتب ايه كمان. ودي برضك اباجورات مكتب ب 155 جنيه. ودي الملونه بتاعتها ب 215 جنيه. ايه حاجه كده تحفه يا مستر. جميله. خد يا جماعه قطعت ايكيا برضك لسه جاي. في ساعات عندك وفي الترمز ودي كمان جت تاني. هو ليفت الشاور بتاع الاستحمام بتاع ايكيا ثلاثة كده مع بعض بكام يا مستر؟ كام؟ ب 60 جنيه. 60 بس تحمص 60 جنيه. قطعت ايكيا ب 72 جنيه. قطعت ايكيا ب 72 جنيه. كوستر ايكيا بتاع السخن ب 72 جنيه ثلاث قطع اهو. اديله صغير. كوستر السخن ب 72 جنيه. كوسترات ايكيا اتنين مع بعض ب 60 جنيه للكوبايه. دولت في حامل الموبايل ودولت اتنين ب 60 جنيه. كوستر ايكيا حامل الموبايل وده حامل الموبايل ب 72 جنيه. كوستر للكوبايه مش حامل الموبايل. هرس دي تبقى بس ب 120 جنيه برضه. الله دي بتحط فيها هرس دي تبقى العرضه بنفذ الكميه 120 جنيه. بتحط فيها توم بيتر وده برضك حامل مقاليد ب 180 جنيه بدل 300 جنيه اهو. ايه تاني يا مستر؟ خدت الحامل الخشب. ايه؟ حامل الموبايل الخشب. ده بتاع الحكايه ايه؟ والورد وكل حاجه ايه موجوده. من اول ما ادخل يا جماعه اول ما تدخل السنتر على ايدك الشمال كل ده حاجات ايكيا. اول ما هتخش كده على ايدك الشمال تتجول كده ادي حاجات ايكيا موجوده عندنا. السكشن ده كله كده ايكيا. ايكيا اصلي. الحاجات دي كلها ايكيا اصلي. مش كوبي ولا فيك. لا الحاجات دي اصلي كلها موجوده عندنا احنا وبس في سنتر هي وبس. اصلي عندنا الساعات اهي فوق موجوده. الساعات ما بتعملش اصوات.
موجودة الترمس، موجودة الترابيزة اللي هي بتاعة الفطار، موجودة بقى كريستالات، موجودة عندنا المجار تحتيها اهي، عندنا كمان الشمعدانات، عندنا طقمة التوابل، عندنا اكياس، اكياس بتاعة ايكيا اهي برضك موجودة. ادي الجزء كله كده ده بتاع ايكيا، ادي زي ما احنا شايفين في برضك اهو الباسكت الابيض والاسود، الباسكت الابيض والاسود ب 35، زي ما انتم شايفين كده بمشي اهو معاكم واحده واحده على حاجات ايكيا، كل ده حاجات ايكيا، كل السكشن ده ايكيا. في عندي الكوسترز 120 بدل 180، عندنا بردك هنا الفوط عليها عروض، في اربع فوط مع بعض الافني دول ب 40 جنيه، وريني كده محمد الاربعه دول معلش. ايوه اعرضهم كده على الشاشه كده 30 في 30 ب 40، اربعه ب 40 يعني واحده ب 10 جنيه، يعني واحده ب 10 جنيه ايكيا قطن، قطن اصلا. اخيرا يا جهاد حد رد عليا، تسلمي لي يا سجاد، رديت يا جهاد؟ طب الله ينور يا جهاد والله انت 100 100. ادي حاجات ايكيا منوره اهي عندنا زي ما انتم شايفين يا جماعه، يا مستر الزرع الثلاثه مع بعض مش موجود في فرع شارع الجواهر، ادي الثلاثه مع بعض اهم جايز الشمع انا والصبح الثلاثه اللي هم دول بتسالي عليهم، هم دول الثلاثه مع بعض اهم ب 125. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومع السلامه.